يا بوي سلام، فارد جناحاتك معدتك بالحنان، وفاتح شراعاتك مجرتك بالأمان. دي الدنيا الدنيا يا والدي العزيز، صبحة رهان مربوطة من عظم الغنى ومصلوبة في نفس المكان. يا بوي سلام، يا الراجل اللي فتح الجروح صبالة بلسم التئام، يا الكاتب السطر غناي سواني مهجة احترام، غناني في وتر الظروف مرقني فارس في الزحام، طليت له ما قال حي ووب منصور ابوي في الانهزام. يا بوي سلام، حرمان علي قلم الكتابة ويكيد تكون يا يابا فيك، حرمان علي اكتب غناي ويكتين اجند يا بليك، خلي الدفاتر تشتهيك والدنيا كلها ايوة كلها تشتهيك، او اي شاعر يا ابوي سن القلم يكتب عليك. يا بوي سلام، يا يابا وانتصرت معاني الغربة وانكسر اللجام، يا يابا وانفتحت جروح سميت جنبك انعدام، يا يابا وانكتبت حروف جاتك ملف حبيتي يا بالخجلة في الزمن الحطام. والدنيا دي الدنيا دارا يابا، خيرا تعمل وشرا يلاقيك في خلوق الله المسطرة بانتظام. يا بوي سلام، شيل منجلك يابا اتكل، شيل منجلك يا بتكل، حاشاك ما شفناك تكل، يا يابشين في الناس فضل، شيل منجلك وامشي البلاد تلقاني لحقتك عقابات اللكل، ترياق وموص وانا ذاتي شايل يا بسلوكتي وبجيك، وانده عليك يا يابعيك، تسمعني ام الخير حداي مرحب حبابك يا جناي، معزومة يم الخير معاي بتقول لي داير الموس كفاي وكتيرة، يا محمد وليد الكرشة لأم الفضل. سبحانك سبحانك الحي الذي خلق الخلق، دي الناس هناك يا ناس بتتكلم مثل، وارجع على البيت الظهر وارجع أبوي شان ما يأم الناس يصليبهم كتر، يا بوي غناي بالحيل شتر، والدنيا يا والدي العزيز دارا فقر، خيرا تسو شان تلقى شر، شيل الصبر شيل الصبر، وانا ما نسيتك يا أبوي، انا ما نسيتك يا أبوي جاييك وحاط الله العظيم، انا ما نسيتك يا ابوي جايك وحاط الله العظيم، والكون كتب في جبة الالم الجواي في الجوف مقيم جايك جناك، حتة حشاك لا زال بيأدي فروضه في الزمن الجحيم. يا ابوي سلام، واقري التحايا جميع خلوق الحلة، لا تنسى لزول لا تنسى يا والدي الحبيب ام البتول، بلغ تحياتي الحواشات والجنيات والبنيات اللي بمرقا ضحوا في شمس الصباح، ظهرية في حر الشمس لامن يناديها الأفول، وانا في البنادر يا ابوي، انا في البنادر يا ابوي، لكني مشتاق الوصول. يا ابوي سلام، وما قلت لك يا ابوي كمان، فكيت من ود الفكيل بيت الرهان، لا تخاف ابوي شغال كويس عيلا، وحشني الولاد وحشني فاطنة وأمي والناس الحنان، جلستنا في ظل الضحى وقهوتنا في عز الظهر، لحمة حمد والدلمين والشيضان. يا بوي سلام، ما شفت كيف حال الخلوق، يا يابا عادي الناس تسافر لا وداع لا حن وشوق، يا يابا عادي الناس تلهلب في المزامير الحروق، وبيبيعوا في السوق العروض بيبيعوا في السوق العروض، حتى المشاعر المشاعر نحن عندنا ليها سوق. يا بوي سلام، يا بوي دحين ارقد قفا، صح يا ابوي الناس هناك ممزوجة بطيبة ووفا وبالحن وبمعنى الامان، والريدة ديما مسرفة، لكن تعال شوف المدن معجونة بطين تتحضر فيها حبة عجرفة، والناس ملخبطة بالجفا ومكتومة، لا بتدور تجيك لا دايرة منك معرفة، وده كله هين يا ابوي ده كله هين يا ابوي، بس يا عزيزي المشكلة والمعجزة في البندرة يا بالحبيب، قايلين علينا هل العوض، واستغفر الله العظيم ياهو العوض، سيد الرجال الما بيخلي اللوم قفا، ياهو العوض دخر الحريم سكين وسانها للضبح، ويديه ليكرم الخلوق يا حلة ديما مكفكفة، يا الدمعة في خد الخلق نزلت بلا ما يكفكفة، ويا تزول صغير يا تزول صغير خلاه في حر الهجير شاوي الحفا. يا بوي سرح أنا في الكلام، لا تنسى قول للكل محمد بقري للكل السلام، وأنا لسه شغال ولسه جاري ورا العلام، كثر الكلام يا بوي عليك ودعتك الله معاك، سلام منصور أبوي في الانهزام. يا بوي سلام، يا بوي سلام، يا بوي.